شي غاشي راشي خليك دي باسي نعطيها بماشي ونقلك شاكلي راسي مصاجر يا راسا واللي خرق فينا باسا. اي انسان ما ينجمش يتكلم على الوطنية، الوطنية حب الوطن ماشي كلام، ماشي شوف ماشي شعبويه. اسمع مليح، كاين زوج حوايج، زوج حوايج. الانسان الراجل تاع الصح اللي يلبس سروال صح بسبته خشينه ومربوطه، الراجل عنده زوج حوايج اللي يتكلم على الوطنيه ماشي باللسان بليزاكت، واللي يتكلم قال هذاك اخينا ومسلم لا ماشي باسكو كاينه قندوره ولا حيا، لا سي الافعال وليزاكت. الوطن واللي والوطنيه، الوطنيه اللي ما يخونش بلاده، الوطنيه اللي ما يفضحش بلاده، الوطنيه اللي ولو كاين مشاكل نقولوا في الجزائر، نقولوا نحب نشوف الكره تاعنا في المستوى، نحب نشوف بلادنا في القمه، ماشي في افريكان ضعيف صغير يرفزي يلعب معنا نا، ونحبوا ندخلوا في امور بلوطار ندخلوا، انا نستناو برك نشوفوا الاجواء السياسيه كيفاش رايحه ونشوفوا واش كاين تما نجمو نروحوا كانا بعيد، لان حنا رانا نضاف 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 بزاف بزاف. واللي ما دينونساش الفساد في الشامبيون هذا، اللي ما دينونساش راه منه. المشاهد لازم يفهم واش راني نقول. انا سميوني كيما حبيت، محلل سمي كيما حبيت ما يهمش. انا كي نجي نضم جي رامني ان بلوس، جي رامني دي ديبا في الجيري. ام دي جورناليست هنايا في المستوى، انا نجيب دي ديبا لان جو برومي ريسبونسابيليتي نقول كلام. نهار كنت باش نولي لكم بعد المحرز، عطيني كالكو سكوند. تفضل. نهار يا كالكو زاني كي كانت ليكيب ناسيونال تلعب، الناس قاعد تصفق بالبندير. كي كنت نقول لهم طاي دار وبن طالب ما يليقوش في الميليو تيران، ما كاش اللي كان يقولها. صح. كاش اللي كان يقولها. يوم لازم الميليو يتغير. فيفا ولا خويا يلعب في المانيا وما يشعف واحد ما يشعف وين يلعب. الانتر. ومام اللي كانوا معنا في التحليل. الحمد لله نهار جاب الماضي نحى هاد لي ميليو تيرا ولا الوسط يدور في المستوى، وقلت لك فغولي اللي قويت. تا واحد منهم قلت لي كيف فغولي هذا؟ مام وقيله شيخي. اوكي اللي قويت. باسكو كان انا ذاك في فالونس يلعب على الكوتي دروا الكولوار دروا، قلت لي انا نقدر نشوفه يلعب اونويت. اونويت سي تادير. واش حبيت نقول لك انا شفي دي بروبوزيسيون، ماشي نقول وقيل وقالوا وقالوا العرب قالوا الغنيه هذيك، انا شفي دي بروبوزيسيون فهمت. وخلي عطال وخلي 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 كاع شفي دي بروبوزيسيون، ماشي نستنى ونركب ما نركبش. انا لعبت شويه فوتبال كيما طارق دياب، لعبنا شويه حنايا نقولوا واش انا نخمو. عندك خمس بطولات اليوم اليوم اليوم. مش انا اللي عندي لي تيتر هذوك، تعرف شكون هذاك؟ شي بن شيخ هذاك خويا اللي يلعب في عاشور العاشر، في عاشور العاشر هذاك نحييه داير ونحيي المخرج وكاع تاع العاشور العاشر لان فيلم في المستوى. هذاك اللي دار كارير تاع فوتبول. عندك خمسه بطولات، ثلاث كؤوس جمهوريه. انا ما كان لا نقول، انا كنت في القمه في افريقيا، كنت في ليفو فوق في افريقيا انا. الوغ حبس وانا وطني احسن من بزاف ناس احسن. نو ما كان لا هذه ما توريش انا وطني حقيقي، انا وطني نحب الجزائر تاع الصح، لان انا راني هنا 8 جو دينونس لو مال والفساد هنا في الجزائر، ندينونسي الفساد هنا ولا سويت من بعد نزيدو ندخلو ميم سير لو القسام تاع سير لو بلون بوليتيك من بعد ندخلو فيهم. دركا نريحو بالبالو. زيد نعطيك حاجه، وري لي واحد قال والناس اللي قويت مع محرز. ما كاش انتوما جورناليست سمعتوك شو واحد قالها؟ انا راني نقولها لك اليوم، وسمعنا اللي نقول لك الناس يليق مع محرز وياكلوا الكولوار دروا ياكلوه، ويماجين بن ناصر من اللور هو يلحق لهم لي بال ويكوفريهم وبالليل يا غوش وسمع سليماني ولا دولور ولا
ولا سعيو دونديس il te faut des joueurs de grande qualité. انا جبت حاجه جديده صح تكلمت عليها عام سنين انا جبت حاجه جديده هني انا نجيب جديد ولو بوتيتر ما تنجحش بصح راني نجيب جديد جو في دي بروبوزيسيون ما تقولش قالوا لو ديبا انا لو ديبا نرجعوا ريش يولي فيه الهضره لي ريش هاي نرجعوا فيه اللي بوكو ريفري اللي بوكو ريفري نولي في المبنى القهاوي اسمح لي هذه الناس اللي راهي تشوف القهاوي تقعد في الهدف بارتو دو المون انا عيطوني عندها ربع سمانه هضرت مع لا راديو في 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 سياتل هضرت معهم في الولايات المتحده الامريكيه واشنطن ما نهضر معهم ونحييهم هم يشوفوا اللي يشوفونا العشيه ولا دخلت عندهم ديكالاجور فهمني الناس هذوما الناس يتبعنا علاش خاطرش حنا ديباي لي ريش حنا انا نخرج نجيب حاجه ما نستناش واش قال يقول واش قال بوحنيكه لا ماشي هكذاك لا ماشي مليح حتى لا حول ولا قوه لا ماشي مليح حتى تغيير الكلام سيد احنا درنا حصه بعد لقاء اوغندا لم يقل ابدا اننا انهزمنا ارجعوها قالك بن شيخ قال ربحنا 2-0 كاننا انا لي هذه حطوا بلي هذه هزيمه خسرنا ما قالش خسرنا لا رضوان يا اكثر خسرنا انا حاجه نزيد هذه ونحبس سامي خليك لابارول هذه على كل حال قالها لي واحد الفيو كبير يا ربي 80 ولا فايت قال لي ما تقلقش روحك خويا هذه قال لي اللي يحبكش ما يبان يجبد بن شيخ بيان سور لازم يكون نضحك كي نسمع شي ناس يعني محسوبين على الطبقه المثقفه يقول لك لو ديبا كونتراديكتوار هذا اللي نسموه حنا هذا كسر لمعنويات المنتخب الوطني يعني ها سويون سيريو il y a encore des gens qui pensent comme ça qui ont des pensent que un débat contradictoire qui compte hna nlevew naq sta al moun na ndirou ghir naqais balak nrakzou alihom maanish kayen wahed okhrin yesqmou al absa ya3rfou kifash yesqmou ala rohom hna nrakzou al naqais parce qu'on pense blessé en réglant les petits problèmes au milieu de terrain qu'on va avancer qu'on va peut-être gagner la prochaine coupe d'Afrique inchallah la ya redouan هل تعلم الجهل المعاصر لا نوفيل فورم تاع الجهل سي لي جون كي ناكسبت با الراي الاخر هذه معروفه في الفلسفه لازم تكسر الناس اللي الان محسوبين على الجهلاء الناس اللي ما يقبلوش الراي الاخر لاش تيكون نيجاتيف سي با امبور مي اذا انت كنت انسان ودو سور كوا محس محسوب على الطبقه الثابته مثقفه وما تقبلش الراي تاع المخ دو كيل فيانا يعني انت محسوب على الطبقه الجهلاء جدد ميتاني انا امون افي يعني بتيت اناليز متواضعه احنا بالنيفو تاعنا المتواضع رضوان انا جو بونس كهاد العباد يزيفيت يهضروا بزاف على لي زافي دي زوتر يكومونت لي زافي دي زوتر يعلقوا على الـ على الـ يعلقوا على الراي الاخر جوستومون باش يفيتي وما ما يعطيوش لا بوزيسيون تاعهم مد لا بوزيسيون تاعهم نو سي بلو غراف سي بور ايفيتي باش يمد لا بوزيسيون الحقانيه تاعو باسكو هو على بالو او فون بلي يا دي بروبليم بور ايفيتي دو دوني اون اناليز اوبجيكتيف اي بريفير كومونتي سو كو ديز لي زوتر اي سا على ليميت اون ا لا ليميت دو ليبوكريزي